السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم بإذن الله عندنا تغطية لمزرعة المزارع ميرزا حسن، المزرعة اللي فازت بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لمدة سنتين. هذه الجائزة اللي حصلوها في 2018. راح نشوف بالسريع منتجاتهم في سوق المزارعين بهرت عالي، ونروح إن شاء الله المزرعة في الجسرة ونشوف منتجاتهم. يا مرحبا فيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. يا مرحبا فيكم هني. نتكلم مع الاخ بغازي عن الباباي الموجود عنده. مرحبا عارف، الله يحييك. عندنا سوق المزارعين مورد عالي، الباباي البحريني الاصلي. اي نعم. عندنا منه نوعين، نوع شتوي ونوع صيفي. يعني على مدار السنه متوفر عندي الباباي البحرين. عندنا منه الشجر 1000 شجره باباي في المزرعه ما شاء الله. اي نعم، من صغيره وكبيره ومكبره صغيره وحلو سكر. بنشوف ان شاء الله في المزرعه الحين. شوف هذا من الباباي متوفر عندي، مربى الباباي هذا، انا اسوي مربى الباباي ما شاء الله. ها محلي ذا عندكم؟ ها محلي هذا احنا نسويه. وكم ذي الوحدة؟ هذه الوحدة بدينار ونص. دينار ونص بس. أشوف ألوان ثانية بعد عندك. عندي التوت، مربى التوت. هذا مربى التوت بعد حلو، أحلى مربى حلو. وأشوف عندكم البيض. حياكم، هذا البيض موجود عندنا في المزرعة. في المزرعة يعني بيض نقول بيض محلي بحريني، دجاج بحريني. حلو. وتبن من سوق المزارعين دايما. ها طبعا مزارعنا السيد ميرزا حسن، ونعم فيك. الله يخليك. احنا تشرفنا اليوم بمزرعتكم. وانتم طبعا نقول عينين في وجه واحد. ايوه. اي والله. الله يوفقكم ويبارك لكم. ولنا زياره ان شاء الله حق المزرعه الجسره ان شاء الله حنشوف. الله يسلمك. حاضرين الله يطول عمرك. هذا البامية. عندنا البامية البحريني الاصلي. متوفر عندنا. هذا قاعد اتبع الاخ ابو غازي. ما قصر، وانا مشكور طاولتهم الموجودة في سوق المزارعين الدائم في هرت عالي. والحين راح نشوف انتاجهم وعملهم في مزرعتهم، مزرعة ميرزا حسن في منطقة الجسرة. وهذه المزرعة، المزرعة ما شاء الله تفتح النفس من بدايته. وهذا الاخ ابو غازي جدا عجبني، عجبتني المزرعة ما شاء الله، شيء جميل. نشوف احنا النزهة. هذا طبعا محميات البلاستيكية الغير مبردة. ها طبعا فيها زراعة الشمام. طبعا مع ابو غازي ياخذنا هذا حق المحميات الكبير. ما شاء الله مجمع. مجمع المحميات. ما شاء الله. ها الطماط. اي نعم، هاي الطماط الكبار. ما شاء الله. هذا مزروع من اي فتره؟ هذا من هذا طويل العمر، من تقريبا شهر 12. اي هذه الاصفر. ها اي نعم، هذا عشان نقول حق الناس هذا على طول من المزرعه للسوق. اي نعم، هذا اللي شفناه الاصفر كذا، شفتوه هذا اللي مساء شفناه في المزرعه، التشيري الاصفر ما شاء الله تبارك الرحمن. اي ما شاء الله. هذا البرتقالي ما بحبته. هذا العقد. ها اي ما شاء الله. طبعا ما تنشال حبه حبه بغوز اتوقع، صح؟ لا ينشال كامل. لا. كامل العقد كامل ينباع. حيا ما شاء الله. هذا ما استوى. هذه نوعية العقد أو العقد. أبو غازي هذا النوع البلحي
حبته نوع البلحي ومشهور في البحرين عندنا بالنوع البلحي نسميه. خلينا نشوف واحد اي كار. هذه البلحي ها بازي ايوه هذا نسميه البلحي. البلحي هذا النوع البلحي اي نعم سكر هذا اي هذا النوع البلحي مع بغازي هذا النوع البلحي تبارك الرحمن. طلعنا من المحميه الاولى واحنا متجهين حق المحميات الباقي. خلينا نشوف الباباي هذا من اكبر الباباي في البحرين الباباي المثمر الطويل شلون ما شاء الله طولهم يعني قابه تقريبا هيا شوفها والله ما شاء الله شلون اتوقع هندي ذي بغازي صنفه اي هذا هندي الهندي لا لان التلندي ما يوصل هالطول. كم السلام هذا شوف طبعا غابه على انا اتكلم عن مسافه طويله واحنا في الطريق نرويكم السدر الكنار شلون مقلمينه على اساس الموسم القادم ما شاء الله مقلمينه تقليم الجائر شلون اساس تطلع نموات جديده ويطلع لك نار من ابدع ما يكون كل ذي سدر كلك نار ذي الخط هذا طبعا الاخ بغازي مع شجره باباي هندي صغير بغازي ذي ها؟ اي نعم صغيره هذه تعتبر صغيره شفت هناك هذولك الكبار هذه الهندي عكس التايلندي، التايلندي قلنا شوي ثمر قصير وانتاجه غير عن الهندي، الهندي احس ان انتاج الهندي اكثر بغازي. اي نعم ازيد. اي ما شاء الله. هذا ما شاء الله الحلال. ومن ضمنه الدجاج اللي شفتوه من ساعه ينباع. دجاج البحريني. ما شاء الله. غازي هذا نوع واحد ها؟ هذا عدة أنواع في نعيمي ونجدي وهاي الكراشي وهنا كراشي هذه؟ ايه يا سلام شيله هذا حق عقب الفطور يا أبو غازي يا سلام هني كل هلا نشوف هذه محميات الفلفل هذه محميات الفلفل ما شاء الله ها انواع ها هذا الاصفر هذا البرتقالي برتقالي واشوف كانه احمر هناك يا احمر هذا الاصفر او البرتقالي وهذا الحار سبايسي هذا السبايسي ها؟ ايه حتى طوله من نفس اي فرق شوي سبايسي ده ما شاء الله هذا البرتقالي السبايسي بعد ها يعني حاطين كذا صنف ونوع من الفلفل ايه كنفس المحمية واحدة ايه هذا الفلفل التايلندي الحار جدا هذا سبايسي اوكي هاي الكبسولات انا اصغر من ذي ها؟ ايه كل... نشوف المحمية الضخمة هذه الكبيرة طريقة ذكية مستغلين الهواء البارد اللي يطلع من المحمية حق هذا اللي نقول محميات بدون يطلع الهواء البارد من داخل على اساس يبرد عليه يلا بغاز نشوف ايش داخل المحمية هذا دخلناها صالة كبيرة ما شاء الله من الخيار طبعا احنا نقدر ندخل بهالسهولة نصور داخل هذه بعد شهرين راح ما شاء الله يكون هني المكان مزدحم هذه هي الخيار بغازي كم صار له تقريبا هاي صار له تقريبا اسبوعين تقريبا انا قلت السقف حاطين اللاصق هذا اللاصق على اساس يلصق تلصق فيه الحشرات وبالذات الذبابه البيضاء هذا البامي البحريني اي ما شاء الله هذا المثمر هذا حين نقطفه
عن انتاج الجني بهالحجم. ها اي بهذا الحجم. شوف يا ابو عز هذا اللي شفناه من ساعه في السوق. اي نعم سوق المزارع ما طالت ما شاء الله هذا موجود. ها طبعا عمال بشكل يومي ها يجنونه. إيه؟ اشوف التعامل هني فيه حياه اشوفه ما شاء الله. هذا طبعا كل اللي تشوفونه شجر الباميه. اشجار الباميه كل اللي هناك كل هذا ما شاء الله اشجار الباميه. هذا عندنا الكبير أه. وهذا الصغير. ها تفرزونهم يعني؟ لا فرز البامية. اوكي ما شاء الله الكبار نشيله. اي نعم خلي الصغار. شوف العمل شلون في المزارع. يمكن المشتري ما يتصور اي درجة هذا الجهد وهذا العمل يكون في المزارع. جن المحصول من العمال بعدين الفرز يكون عملية الفرز إلى قسمين. قسمين صح البامية بس مغازي كبير وصغير. ما شاء الله البباي هنا هذا حطيناه بالأصايص طبعا عدد بالآلاف. هذا طبعا بعضه للبيع شتلات البيع وبعضه ينحط بدال الكبار اللي ماتوا او اللي مثلا انتاجهم قل يشيلون واحده من هنا ويحطونها يغرسونها مكان برج. هذا ما شاء الله اشجار التين. التين نقول الامهات الكبار اللي صار لهم عمر كبير. تش طيب ابو غازي ما شاء الله. ما شاء الله تين بحريني اصلي. هذا طبعا نقدر ناخذ منهم عقب عقل نقدر نسوي منهم ترقيد هوائي. نشوف ما شاء الله حجم الثمره في يد ابو غازي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا التين الابيض. اي نعم نشوف ما شاء الله هذا كله نسميهم الامهات. يعني نشوف مثلا عمليه الترقيد الهوائي تبين واضحه هنا عقب ما يسوون عمليه الترغيد يقدرون عقب يقصونها ويعتبرونها كشقه جديده او عمليات التعقيل. لكن لازم تاخذ تعقل او تسوي ترغيد هواء من اساس صح مثل هذه الاشجار الطيبه. جني محصول الباميه نوعيه اخرى نوعيه شوي طويله ذي. ليش نشوف هذه المساحات؟ على اساس المحصول يتم استدامته. يعني شوف احنا حجم ذي المحصول غير عن المحصول اللي صورته قبل شوي غير عن هذا الموجود. شوفوا ذي المحصول هذا محصول بامي لكنه عمره صغير على اساس استدامه المحصول التم. هذا هو البامي. وفي الختام طبعا نشكر بغازي. بغازي نعم. ما قصرت الله يجزيك خير صراحه تعبناك ويانا. وانت استاذ عارف نشكرك على التغطيه الاعلاميه الله يطول عمرك حق المزرعه ونرحب في الجميع. واحنا متواجدين في سوق من المزارعين هوره عالي محل 108 ميرزا حسن. ونعم حياكم على الرحب والسعه. ما قصرتوا والله حياكم. ما قصرتوا مشكورين.